معارض أهلة رمضان، المعارض الهامة جدا بالنسبة للجميع، هتكون موجودة في كل أحياء العاصمة، وهيبقى في جولات للرقابة على هذه يعني المعارض من قبل محافظ القاهرة، ولكل المجمعات الاستهلاكية والأسواق والمخابز هتلاقوا فيه دايما باستمرار مرور على كل هذه المنافذ. دلوقتي نتكلم أكتر عن تفاصيل معارض أهلة رمضان السنة دي ومعادها وإيه اللي هيحصل فيها. معانا على التليفون اللواء إبراهيم عوض المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة. مساء الخير عليك سيادة اللواء، وعايز أعرف من حضرتك، أنا عرفت أنه الميعاد هيتم تبكيره ويكون في أول يناير، فإيه الجديد في معارض أهلة رمضان السنة دي؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. هو فعلا زي ما حضرتك قلت كده، بالنسبة قرب حلول شهر رمضان هنبدأ من بدري، وده توجيه من القيادة السياسية والسيد رئيس مجلس الوزراء في آخر اجتماع لمجلس المحافظين لسيد المحافظ بضرورة توفير السلع، وخاصة السلع الاستراتيجية الهامة للمواطنين، بأن احنا هنعمل شوادر ومعارض مؤقتة ومستديمة، معارض مؤقتة ومستديمة خلال تلك الفترة، وهتبدأ إن شاء الله بدءا من أول يناير وهتستمر إن شاء الله بعد شهر رمضان بإذن الله. طيب إحنا بنبقى بندور على ثلاث حاجات: أسعار مناسبة وجودة يعني عالية للسرعة، وإنه السلعة أصلا تكون متوفرة. ده إلى أي مدى هيتحقق من خلال المعارض؟ وهو ده اللي السيد المحافظ يوميا بيمر، يوميا بيعمل مرور يومي على جميع المنافذ، على جميع المخابز، جميع المجمعات الاستهلاكية اللي بتعرض السلع للمواطنين، بيتأكد من جودة السلع، بيتأكد من الأسعار، بيتأكد من الرغيف، بيشوف من وزن الرغيف، وده بيبقى مرور يومي ومتابعة يوميا. مش عايز اقول لحضرتك متابعة من السيد وزير التنمية المحلية، بياخد يوميا ايه اللي تم وايه المرور وايه المعارض اللي احنا فتحناها وايه الخطة بتاعتنا خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله. يعني بنطمن حضرتك وبنطمن السادة المشاهدين. عظيم. عايز أسأل حضرتك ست لواء عن خريطة توزيع المعارض دي على مستوى الجمهورية. هو حضرتك بالنسبة لينا إحنا كمحافظة القاهرة، السيد المحافظ آخر اجتماع ليه بالغرفة التجارية والشعب، شعبة البقول، شعبة اللحوم، الخضر، واجتمع سيادته معاهم في المحافظة مع السادة نواب المحافظ، بحيث ان كل حي هيعمل من 3 لـ5 منافذ، يعني كل حي في المنطقه هيعمل من 3 لـ5 شوادر خلال الفتره اللي جايه دي ان شاء الله، يعني حوالي في القاهره من اكثر من 100 منفذ باذن الله ان شاء الله. عظيم. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا سياده اللواء ابراهيم عوض المتحدث الرسمي باسم محافظه القاهره.